على ذاك الواحد هو ولا بطال اصلا ولا ليامات ولينا بطال نجيبوا كاميون بتاع دليع طبخانا بالجمعه بالجمعه ونص فهمتني يقول لي طيش الدليع الاشاعه الليامات هذه هي اللي اثرت شوي كنا نخدموا تبارك الله مصلي على النبي وكان فما حاجه اليوم الدوله التونسيه تخرج وتنصح مواطنيها لا هي باش تزيد على الفلاح ولا هي باش تخلي المواطن في عذاب كبير اليوم بالمناسبة نحب يعني نطمن التونسيين أنا فلاح وقاعد ناكل في الدلاع وقاعد نشري فيه محسوب يوم نهار بعد نهار راني نطمن ما فما حتى قلق من ماكلة الدلاع الماكلة راهي بصفة عامة يلزم تكون متوازنة للتونسي يعني ما نكثروش صحيح لكن الدلاع راه ما فيه حتى خطر ذاك إنتاج راكم اليوم راكم تشجعوا في المزارعين التونسيين أنهم يخدموا وبالكش العام الجاي يعني المساحات تتطور أكثر ويولي سومه أرخص هذا هو احنا ما نحبوش نمشيو بالعكس عكس كما صار في حكاية الخوخ اللي وقع الاقتلاع متاعه في الأمراض اليوم نوصلوا كيلو الخوخ نلقاوه بسبعة آلاف وماشي ويغلى أكثر بثمانية آلاف اللي كان قبل بخمستاش نمية وبالفين وبثلاث آلاف معناها اليوم نتطمنوا ناكلوا الدلاع الدلاع التونسي مطابق المواصفات ما فيه حتى حاجة زايدة على اللازم ما فيهوش مواد كيميائية زايدة أنا نطمن خطر كل المواد المستعملة هي مراقبة من قبل الدولة التونسية وكان فما حاجة اليوم الدولة التونسية تخرج وتنصح مواطنيها لا هي باش تزيد على الفلاح ولا هي باش تخلي المواطن في عذاب كبير دونك هذا هو إذا فما حل ولا فما حكم ما بيناتنا هو الدولة التونسية هي اللي تقرر الرقابة بالطبيعة والدولة التونسية هي اللي تحدد كل شيء عسلامة عسلامة أختي مرحبا بك يعيشك قديش بيع في الدلاع والله أختي كيلو 600 ولا كعبة دلاع بخمسة آلاف أختي طوى الإشاعة اللي خرجت على الدلاع صحيحة ولا ليه؟ حسب رأيك أنت؟ ولا يا أختي أنا خدمه في الدلاع وصفا وما جانا حتى واحد معناها شكاية من الدلاع وكل شيء فهمتني؟ وديجا أنا نحله للعباد يعني كل شيء يجي شوف كل شيء حتى كي تبدأ كعبة مضروبة ولا حاجة يرجعها هو بتبيعته فهمت؟ ونبدلوا له كعبة أخرى يا أخي لو بد باش تجي كعبة مضروبة وكل شيء فهمتني؟ هاي حاجة فيها الكعبة المضروبة نحكي شوية على الإقبال الإقبال على الدلاع كيما قبل وإلا الإشاعة أثرت شوية على المستهلك الإشاعة الليامات هذه هي أثرت شوي كنا نخدمه تبارك الله مصلي على النبي عباد تاكل وإحنا نجيبه فهمتني سلعة وخدمة تخدم فهمتني إما خرجت الإشاعة ولا الواحد طرنات شدوا ثلاثة أيام جمعة فهمتني للي طيش منه ساعات معناها الحكاية اللي خرجت على الدلاع والإشاعة أثرت عليكم أنتم وعلى خدمتكم بالطبيعة حاجة واضحة ما باش تأثر علينا يا أخي أنت كي تسمع إشاعة في حاجة مثلا إماك باش تقول سيب علي منا وكل شيء فهمتني على ذاك الواحد هو ولا بطال أصلا ولا ليامات ولينا بطال نجيبوا كاميون بتاع دلاع طبخانا بالجمعة بالجمعة ونص فهمتني يقول لي طيش الدلاع مع شكون باش تبيع مع شكون باش تخدم انت مثلا العبيد ماهيش قاعده تشري في الدلاع كيما قبل خايفه شويه تحسها متردده شويه بنتي صدقني ولات متردده اصل تولي جيني يحب ياخو كعبه وكل شيء يقول لي ليه ما نعرفش شنيا وخاف فما اشاعه نتاع برودويات ودرجنيه وبطري وسنيه وسمعتهاش انا الحكايه هذي هاو كان عام سنه في بنزرت ما فهمتش علاش معناها الاشاعه هذي خرجوها بالضبط يا اخي اش بيهم يصدروا ليبيا وكل شيء هاي حاجه نورمال فهمتني اش بيك يصدروا ليبيا واللي يغلى عندنا الدلاع لهنا كل كيلو ب 600 يخرجوا فيه هما اشاعه فهمت وهذا اللي اثر زيادة على السوم نتاع الدلاع توا الجمعه اللي فاتت واللي قبلها كان 15 100 17 100 وصل حتى 18 100 الجمعه هذه تحسوا طاح شويه السوم اي بيع اختي والله فلاحه تعاني وانت تعرفي البرودويات مثلا الليمونيتر وكل شيء يعني غاليه الشكاره ب 40000 وكل شيء يا اخي مو الفلاح زاد مسكين وكلها فهمتني حتى الشاري عنده الحق راك باش يسمع اشاعه وكل شيء يا اخي بتبيعها باش يقول لك كيفاش وكل شيء حطها انت من روحك معناها كي تسمع انت اشاعه شنو باش تحكي ما باش تقول بالرسم يلا غالب اخت ان شاء الله ربي يهدي ان شاء الله ربي يهدي اخت شكرا لك يعطيك الصحه